حلم رياض محرز يتحقق أخيراً بعد تدشين مسجد التقوى الذي ساهم في تشييده من أمواله الخاصة كصدقة جارية على والده المدفون في المقبرة المحاذية للجامع ببلدية بن سنوس بتلمسان. تدشين المسجد أشرف عليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف وبحضور لافت لأفراد عائلة محرز وأمه السيدة حليمة التي عبرت عن فرحتها بالصرح الديني الجامع. ويتربع المسجد على مساحة تفوق 1000 متر مربع، كما يتسع ل2200 مصل من بينهم 230 مصلية، ويضم منارة يبلغ ارتفاعها 36 مترا تزينها 4 قباب، إلى جانب مدرسة قرآنية وسكنين وظيفيين. الالتفات الخيرية لنجم المنتخب لقيت استحسانا واسعا من قبل الجزائريين عامة وأهل المنطقة خاصة، كما تداولت مختلف صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر صورا لحفل الافتتاح تعبيرا عن فرحتهم بهذا الصرح الديني الذي يعد مكسبا هاما يضاف إلى مدينة الزيانيين العريقة.